حضور إماراتي ناعم في اليمن بدأ في الظهور على السطح بعد مرحلة من عملها ككاسحة ألغام في وجه ميليشيا الحوثي وصالح، وتحديدا في المحافظات الجنوبية وجزء من المحافظات الشمالية التي ما زالت الأولوية فيها للعمل العسكري. الدور الإماراتي وجد ترحيبا شعبيا متفاوتا وأثار الكثير من الأسئلة والمخاوف لدى عدد من القوى السياسية، وتلك التي ما زالت تتوجس من كل ما يأتي من العاصمة الباحثة عن دور يجعلها في صدارة الصورة، والتي قد يرى البعض أنها تعد شكلا مغايرا لتوجهات التحالف العربي في الداخل اليمني. فمنذ اللحظات الأولى لبدء عملية تحرير عدن دخلت الإمارات بثقلها المالي والعسكري، وكانت المشاركة الإماراتية هي الأكثر حضورا بعد عملية التحرير في جوانب الإغاثة وإصلاح مؤسسات الدولة الخدمية. أخذ الحضور الإماراتي شكلا ارتبط بالجنوب مع الحراك الجنوبي والجماعة السلفية باعتبارهما الكتلتين الأكثر حضورا ونفوذا، فيما اتخذ صيغة أخرى في محافظة مأرب عبر زعماء القبائل. تتداخل الأوراق والملفات والقضايا بشكل يجعل من الصعب التنبؤ بماهية الخطوات التالية مع استمرار عملية التحشيد وإعادة صياغة تحركات الأطراف اليمنية بما يضمن تناغم أدائها وفق دور محدد ومرسوم سلفا، وتبدو فيه دولة الإمارات هي اللاعب الأكثر تأثيرا. رئيس الحكومة ووزير الخارجية كانوا ضمن قائمة زوار العاصمة الإماراتية التي استقبلت مؤخرا نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض للمرة الأولى منذ أكثر من 14 عاما، ورئيس الحكومة الأسبق حيدر أبو بكر العطاس. وتحولت أبو ظبي بشكل مفاجئ لأكبر تجمع يضم قيادات جنوبية وأخرى شمالية وفق أجندات مختلفة حين ومتناقضة أحيانا أخرى. مثل ما قلت لفخامة الرئيس، أنا قبل يومين كانت قيادات في المقاومة ذات التوجه السلفي في عدن على رأسها نائب رئيس مجلس المقاومة الشيخ هاني بن بريك تلتقي بنائب رئيس الدولة الإماراتي محمد بن زايد صاحب الدور المتصاعد في الملف اليمني والسياسة الخارجية لبلاده في المنطقة. تتحرك الإمارات على الميدان بسرعة كبيرة وعبر أجندات متعددة لإعادة بناء خارطة التحالفات، ويبدو أنها تدرك جيدا ما الذي تريده تحديدا من كل طرف وآفاق تحركاته. ومن المؤكد أن ما يجري دليل واضح على أن البلاد بشكل عام والجنوب بشكل خاص مقبلان على مرحلة جديدة من التسويات متعددة المسارات وإيكال أدوار أكبر للأطراف المنظمة والقادرة على العمل في الأرض. فالأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن السؤال بماذا تفكر الإمارات وماذا تريد؟